ايوه يا حبيبي قتلنا العيله كامله كف كف جامبل. ايوه الحين بنشيل البيت كامل مع الفلوس كل الامور طيبه. ها ايش 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 صار لك انت كمان؟ يلا عاد قضاء وقدر يلا يعني بشيل الفلوس انا لحب ان شاء الله يعني بندعي لك وكذا يعني ما في شيء ان شاء الله. ها ايش هذا ايش قلت لا دبا ولا لا ايش يعني انت ذبحت عيلتك جيت تكمل علي انا ولا لا ولا صار يعني صار يعني. المهم اليوم معنا لعبه اي اكس اي جديده. انا ما ادري ليش اي لعبه تهكر جهازك صاروا يسموها اي اكس اي مع انه اي اكس اي هذه صيغه تطبيقات في الويندوز فاهم شوه سمعه الصيغه كمان شوي وكذا بيجيب لك والله بي ان جي والله وكتفتح يطلع لك مسيح الدجال. المهم اذا كانت تعجبكم زي كذا مقاطع نلعب العاب الاي اكس اي زي العاب سونيك وفي كثير العاب لسونيك اتوقع انزل تحت وحط لايك خلينا نوصل هذا المقطع 5000 لايك وبرضه كون جي في القناه انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس عشان ما تفوتك احدث العاب الرعب الجديده والغريبه. ويلا خلينا ما نطول عليكم ونخش على اول لعبه. اعوذ بالله ايش هذا كذا تحذير في وجهي اول ما دخلت على اللعبه لسه طيب قول بسم الله صل على النبي. بعدين ايش كاتب لك هنا This is a joke game if you take this real game. ايش فيها قام يسبسبها قام يغلط ولد ولد اي لا والله ما ادري هو فاصل على مين الزبده. اوكي يلا بسم الله نضغط انتر. ايش هذا الو ايش دخل لي سونيك على داروين معوق هنا ما ايش داروين مزور هذا والله ما ايش السالفه عيال. اوكي ايش نقدر نتحرك يعني اي والله نقدر نتحرك. بعدين ما شاء الله جوده اللعبه حريقه ها يعني كذا جايب لي صوره من كرتون جامبل ما شاء الله 4K يعني ما شاء الله يعني ما في بيكسلات يعني لا 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 ما ابدا يعني لا ايش في. طيب اوكي ايش لازم نسوي يعني ناخذ الحلقات هذه اي والله اوكي ما ادري وين الرعب الموضوع. انا حاسس انه اللعبه طقطقه يا عيال والله ما هو قاعد يقول في البدايه الله يستر والله ما ادري ايش قاعد يصير. طيب يلا بسم الله كذا دخل لي سونيك على ما ادري كيف هذا بيهكر جهاز هذا بقعد اضحك انا ما بتهكر ماني فاهم ما في رعب بالموضوع. طيب يلا بسم الله ناخذ الحلقات اوكي يلا اوف يلا نجمع نقاط ونشتري سكين فورتنايت لا ما له صار ايش دخل. المهم يلا بسم الله اوكي اعوذ بالله ولد لا الو اوه اوكي طلعني هنا ايش قاعد يقول داروين او ام جي جامبل بليز دونت كيل. ايش الحوار التعبان هذا والله لو حط لك لو حاطط لك مترجم جوجل كان احسن. ايش والله ما قاعد يقول جامبل دوت اي اكس اي داروين داروين قاعد يكلم جامبل يعني ما ادري هذا جامبل قبل شيء انا حسبته سونيك بس طالع من المستشفى المجاني. او ماي جاد جامبل لا تقول لا تقتلني ما طب يا اخي يمكن يبغى يلعب معك يعني فاهم يعني ليش اخفت انه يبغى يقتل ليش عطاني كذا على سطح المكتب يعني قبل شيء كنا فول سكرين. طيب يلا اوكي بعدين اي ام يور فريند يا الله انا صديقك لا انت كذاب ما صديق انت اخوك مفروض لا دقيقه هو مو اخوه مسروق هو من البحر ولا والله ما ترى ما تابعت الفيلم ماني متابع قوي يعني كذا لكن اوكي طيب اوكي بعدين ايش قاعد يصير؟ ها الو ايش؟ والله كفر شت يا عمي ايش؟ بعدين ايش اللي برو هو قبل هو مو اخوك هو مفروض صاحبك اي ام يور فريند بس ماني فاهم اللعبه ايرور من الحين يعني بس استغفر الله ايش اعوذ بالله الله يقطعك يا كلب يا والله العظيم ايش هذا ولد ايش دخلني هنا كمان اوه هذه امهم يعني كذا ايش فيها لابسه فستان كذا لابسه فستان باربي والله ما انت مشغل لي اغنيه كذا والله فجع اهلي يا عمي ولد خلاص اكر جهازي واخلص ما تسوي لي كذا طلع شكله يا لا وبعدين حط لك كذا حلقات سونيك يعني راضيك يعني يا عمي روح انقلع انت وياه تعرف وين تحطها يعني انا عارف بعد ما اخذها بعدين حيجيني جامبل بعدين حتجي اي ام يور مام دونت كيل مي كفام صح اي والله والله اني عارف اقصدها انا يور مام سونجت ايش قاعد يقول انه لو سمحت يعني خذ اي بلس في الامتحانات ولا بعدين ايش اللعبة بعدين اسمها نيكولاس اسمها كان نيكول ولا ايش اللي نيكولاس نيكولاس هذا اسم بوصلة ولا فاهم ولا ايش كان اسمه هذا مكتشف القارة السابعة ما والله ما ايش دخل ما ماني عارف اوكي طيب بعدين جامبل اي كان دو وات ايفر اي وانت ايش قليل ادب ولد ايش هذا ايش العقوق هذا قلنا كفر بعدين عقوق اعطيك كف على راسك هذا تقول افوكادو ولا ما راسه زي حبة الفول طيب اوكي بعدين ايش بيصير لا تقول لي فجأة اعوذ بالله والله بيقطع شكله يا عم ايش الحمد لله شلت سماعه طيب ايش هذا ولد لا تقول لي هذا ريتشارد هذا ابوه ما هذا ناوي يذبح العيله كلها ايش فيه ولد ايش فيه حاجه ده ما اعطوك المصروف يعني لا سمح الله والله ما والله يا على اللعبه غريبه مره اللعبه احلام العصر اقول لك بعدين ايش فيه ديد امه طالع كذا حاله امه حتى رسم ما في طيب اوكي نتقدم حلو ما شاء الله ناخذ حلقات سونيك خلاص ما نبغى ناخذ افقع يا عمي ما شفته في عيلتك ايش صار مين باقي بس هذيك البنت ناناس ولا بيطلع في وجهها اي والله يا اخي ايش تبغى يا اخي خلاص نجي نشبه هذا يعني نبغى نجمع حلقات سونيك براحتنا يا اخي حلقات بصل ولا ليش تنشب يعني طيب ريتشارد سن ايش فيك ايش امك انت جاي قام يور مام ايش اللي يور مام مسوي ذب يعني الحين والله ما طيب اعوذ بالله الله يقطع شكلك والله ما توقعت حسبت بيقول كلام كمان اي والله اني قايل هذه انا ناس بعدين حاط لي ايش الخلفيه هذه حلو طيب يعني معروف ايش حيصير يعني بعدين بعدين ايش فيه مسوي اللعبه ببرنامج الرسام كذا ولا باور بوينت ولا ما كيف مسوي اللعبه انا ماني فاهم ايش المحرك المستخدم طيب بعدين طيب بعدين حيطلع في ايوه يطلع في وجهي براذر وين امي وابوي ادور عليهم في بطنه يمكن تلاقيهم مبلوعين يعني احتمال كبير اسمها ايش اسمها اي ام بوث اوف ذا
ذم ايش ايش العيان بو اه يعني اوكي انه هو بلعهم يعني فهي هم هو نفسه هو يعني هو نفسهم هم هم هو فدخلوا في بعضهم بعدين صار الاندماج بعدين ناروتو دخل ماني فاير رجعني يرو اللعبه من جد يرو اعوذ بالله الله ايش هذا ولد ايش هذا بدل ليش حاط الفجاه حق الفناف كيف الو وين دخلنا الو ولد ايش قاعدين نلعب بالصلع احنا ايش هذا ايش قاعد يصير هنا كمان في صوره كذا واو ابلوبا مين هذا جوني هذا ما ترك احد في حاله كمان داع لجوني هذا ولا تابع تابع هو قاعد يسب والله بيبلع صلعتك يا عمي بعطيك كف كذا على الصلع مره واحده كدايركت يعني وات نو اي ام جامبل يا الله خلاص ابلع على طول ايش مسوي فيها تتناقش معه اللعبه زائد 80 والله في سبات نو يا الله ايش قاعد يصير طيب او قاعد يدق على الاف بي اي ولد ايش في ايش قاعد يصير عيال والله ماني فاهم اي شيء والله ما طيب بعدين ايش حاط لي هذا الفيز هذا حق الماسنجر هذا اللي كان زمان تايم تو داي جامبل اوه خلاص يعني الان الانتقام فام جوني بيجي بينتقم من جامبل انه ذبح العيله كلها والان سوف ما جاني تفسير غير هذا طيب اوكي بعدين ايش خلاص كذا قفلت اللعبه كذا هو ضيعني كذا فام لو ايش هذا ولد جامبل انون خلاص جامبل مات مين الحين بيهجم علي العين جوني هذا ابو صلاح الو ولد ايش هذا ريفنج ما اوه يعني الان ننتقم من جامبل ها اللي قبل شوي هذا قاعد يجحفل فيني يعني والله ذبح العيله كا اعوذ بالله ولد ايش هذا لا لا ولد ايش دخلنا اندرتيل لا صلى على النبي ولد اوكي داروين خلاص فصل على الجميع ها دونت يو لا لا حبيبي لا خلاص اوكي يقول فينش ذا جوب اعوذ بالله ولد اوكي والله ما اوكي اوكي والله ديم يكون هذا مود لاندرتيل ولا والله ما ادري خلاص هذه النظرية فاهم سانز هو جامبل لا مو داروين فاهم فيعني الموضوع اوكي اعوذ بالله ذس واي تايم لا 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 صلي على النبي اوكي اوكي دقيقة اوكي انا القلب هذا يعني دقيقة كيف تحولت قلب انا ولد ايش لا لازم اتجنب هذا اللي قبل اللي قاعدين ينزلين مطر من السماء ولا ما نبغى مطر الله يرضى مطار حمضية ولا لا ما له دخل مطار حمضية بس انه يعني ما مطرك هذا تعبان وفر بجيبك يعني اوكي 34 اتش بي يا اوكي 8 يا ساتر يا ساتر دقيقة قاعد انضرب من كل والله قاعد اصفق يعني اوه فايت 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 ها كيف كيف اضغط فايت ابغى اتفايت معاه يعني ابغى اصفق وكف اوكي دقيقة ولد اوكي بموت انا جي 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 اوه اوكي لازم اطير زي كذا الظاهر لازم اروح عند الفايت لما يجي ولا شيء اوكي اوكي حماس حماس لا هذه اللعبه حلوه مره اوكي على الفايت يلا روح لا اوف اوكي بموت ما في هنا اشواك كمان اعوذ بالله يا جماعه والله ما ادري يعني منظر كذا ما شاء الله مزهريه يعني كيف نقتل هذا يا عم حبسني هنا انا يعني الحين في خيارين عندي يا اموت ما في خيار ثالث اوكي دقيقه اوكي هو في الظاهر شيء بالفايت هذا لازم اذبح ولا شيء اوكي دقيقه صرت 10 اتش بي انا خلاص جي جي بدي اعدي زي كذا اعديك اعطيك كريستيانو رونالدو يا حبيبي يمين يسار ايوه اعطيك حركه الزوبعه ما ادري من الزبده اعطيك يا حركه ايوه يا سلام حركه الثعبان يا الله عليك حلو جينا خليني واقف هنا انا برايي عشان يعني لما يجي الفايت هذا اوكي حلو تعال يا عمو فايت تعال ايوه ايش ما يصير شيء والله ما يصير يا عيال شيء من جد يعني والله ما ادري بعدين ليش انا شكلي كذا قلب كذا ايش هذا ولد خلصنا من جامبل تجي انت كمان يا حبيبي ما احنا فاضيينكم انتوا والله العيله كامله يبغى لها تربيه فاهم الو طلعني من اللعبه قبل شوي شغلت العين قاعد يقول لي ايرور ما ادري ايش والله ايش اعوذ بالله ولا ايش اللي دوق انت كلب يعني زبده قاعد اشم ريحه هكر انا من الحين فاهم خصوصا كمان جاني شعار قبل شوي كم من ويندوز ديفندر كذا الله يستر اوكي يلا بسم الله اوكي خلينا نحاول مره ثانيه يمكن اللعبه كانت قبل شوي معلقه ولا ما ادري هو طلعني لانه قبل شوي من اللعبه فاهم ظلت مضغط اي والله اوكي اوكي في زر في الكيبورد قاعد ايوه صفقناه يا عمي واحده في زر كذا في الكيبورد لازم اضغطه اوكي يا ساتر اوكي هذه اصعب يا عيال دقيقه ولد صلي على النبي اوكي وهنا الفايت لا خلي بس اروح بسم الله هنا الفايت حلو بعدين نضغط زد ايوه زي كذا يلا يا حبيبي روح انقلع بس قاعد تقول من وين جبت هذه الضربه ما ادري شوف يعني انا ما بقول لك وين عشان ما تزعل بس يعني فاهم يعني جاتك اهم شيء الضربه فاهم لا تسال الله طيب يلا اوكي يا ساتر اوكي الان هذا قاعد الظاهر لازم تتحرك بسرعه على اليمين اوكي اللي هو قاعد والله يتحرك بسرعه يا ساتر لا اوكي لازم كم موازن كذا وتقلب اينشتاين ونيوتن وتحسب الجاذبيه المدري ايش اعوذ بالله في قنابل ولد لا امزح لا اصلي على النبي صلي على النبي دقيقه ايش قاعد افجر هنا الفايت هنا سريع اضربه واحده اوكي ولد ايش حاط لي هنا كمان ايش الصناديق البريد هذا وين يبغى يذبحني هذا يبغى ياكلني مع الرسائل هذه ما شكلها رسائل اجار البيت اوكي حلو اوكي جميل اوكي لازم نعدي ما يقعد يرمي طيارات كذا ما ايش الطيارات سفر هذه ولا الو علقت اللعبه اوكي اوه ديم امزح معك ولد لا تحول علينا خلاص ايش في هذا ايش ماكل على الصبح كامل هذا الو لا صلي على النبي صلي ايش هذا ايوه اي ويل ريتيرن هيومن ما يا اخي حقين الهاكر هذول مسوين فيها انه والله لعبه هاكر كبس هذا اللي عندهم كذا بس هذه ما يسوي شيء غريب بس يو ديد والله بكرة قابلني في الصرف أجيك ما